السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في برنامج حكايات مصرية لكل المصريين في مصر وفي الوطن العربي، تقديم خالد عقل. معانا النهاردة ومعكم ضيف جديد، وهو عبر البث المباشر، هو الدكتور بيال مراد عبر البث المباشر من فرنسا. بداية أحب أرحب بالدكتور بيال مراد، هو الأديب والشاعر، وهو المدير عام، هو مدير عام دار النشر دار المميزون العالمية للطباعة والنشر في فرنسا، محرر صحفي في جريدة كنوز عربية، سفير شبكة الجودة والتميز بفرنسا، مدير عام مجلة المثقف العربي الإلكترونية، مدير مكتب دار ديون العرب للنشر والتوزيع في أوروبا الغربية. أهلا ومرحبا بكم في بلدكم الثانية مصر أم العروبة، دكتور بيال مراد الأديب والشاعر. ألو دكتور بيال مراد. نعم. هل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في بلدكم الثانية مصر أم الدنيا. أهلا وسهلا. أهلا. سعداء جدا بلقائك معالي الأديب والشاعر. الله يحفظكم ويطول بعمرك. بداية أحب أرحب بحضرتك وأسأل الأديب والشاعر بيال مراد، لمن يكتب بيال مراد؟ هل للحبيب أم للوطن أم لمن؟ تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. من أيوة. فرنسا وباسم الجزائر تحياتي لأهلي في مصر العروبة ومن كل. أهلا وسهلا بك. تفضل. ومنها لكل الشعوب العربية. أنا عندما أكتب للوطن، للمرأة، للوطن، للمرأة، للمشاعر الإنسانية، يعني أكتب لكل شيء وكل المشاعر وكل القضايا. تمام. شرف أخي خالد. نعم معك. هناك صوت يتردد. نحن نسمعك، صوتك واضح جدا يا معالي الدكتور، تفضل. تفضل يا دكتور. دكتور بيال تفضل، صوتك واضح جدا. يعني انا لما نحن نسمعكم جيدا. تمام. تفضل يا استاذ خالد. اسال حضرتك بدايه، متى تم انطلاق العمل بدار المميزون العالميه للنشر والتوزيع والترجمه بفرنسا؟ دار المميزون للترجمة والنشر التفكير فيها كان من مدة طويلة. تمام. وشرعت فعلا بالإعداد لها منذ حوالي ستة أشهر أو سبعة، وتحصلت على الاعتماد النهائي في شهر نوفمبر من السنة الماضية، ولكني ترددت في الإعلان عنها. تمام. حتى أجس نبض الأدباء، وكان أول شخص اتصلت به هو الأستاذ الحاج بن حضرية، صديق الطفولة، وقررنا إعلان الدار يوم 14 فبراير هذه السنة. يعني الدار عمرها شهر ويوم. هل تم إصدارات من هذا الدار في التوقيت ده؟ ما وصلني صوت جيد. هل تم إصدارات؟ تمام، تمت إصدارات، لأنني رغم إعلاني أننا لن نستقبل أي عمل قبل أول مارس،
جميل. لكن تلقينا اتصالات وطلبات طبع، فهناك 6 إصدارات، إصدارات باللغة العربية وإصدار باللغة الفرنسية. دكتور بيال، أحب أسألك وأقول لحضرتك، هل هناك اهتمام بالترجمة الأعمال الأدبية، ولأي لغة تكون الترجمة؟ أكيد هناك اهتمام بالترجمة، لأن أول أهداف الدار هو نشر الثقافة والحضارة العربية بأوروبا. يعني نحن نرى أن في البلاد العربية، لو سألت عن أي أديب أوروبي راح يعطوك نبذة تاريخية كاملة عنه، ولكن لو جئت إلى أوروبا وسألت عن الأدباء العرب فلن تجد أحد، أو تجد البعض يسمع ببعض الأدباء العرب. فكانت أول أهداف تأسيس الدار هو نشر الثقافة العربية في أوروبا. جميل. لذلك الدار موجود فيها ترجمة للغة الفرنسية، للغة الإنجليزية، وللغة الإسبانية، وللغة الألمانية، وإن شاء الله عن قريب سيكون هناك للترجمة للغة الروسية. المميزون العالمية طبعا يا دكتور. تمام، هو هذا هو الهدف، هو الهدف. أن ننقل الحضارة العربية إلى أوروبا. ما الأنشطة التي تقوم بها الدار المميزون العالمية، وما الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المميزون العالمية للنشر والتوزيع والترجمة في فرنسا؟ تفضل. أول شيء، الخدمات التي تقدمها الدار النشر المميزون العالمية هي الترجمة. تمام. نركز على الترجمة، ونتمنى أن الترجمة أكبر قدر ممكن من الأعمال الأدبية كما قلت لك، لنشر الحضارة العربية في أوروبا، وتعريف الرأي العام الغربي الأوروبي بأن هناك أدباء عرب، هو أن هناك أدب عربي، لأن هذا هو هدف كما قلت من الدار. المميزات أيضا أننا نقوم بتخفيض الأسعار للأدباء، وأكبر هدف تسعى إلى تحقيقه الدار هو مساعدة الأدباء الناشئين، يعني الشباب، ليأخذوا مكانهم وسط عالم الأدب. هناك شباب والله بمنتهى الصراحة أقلام رائعة 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 بكل المقاييس، تستحق أن نفتح لها المجال. لهذا من بين أهداف الدار الثانية هو مساعدة الشباب الذي ليس له من الإمكانيات الكافية ليغامر بالنشر في أوروبا. تمام، ده حاجة جميلة دكتور. هذه أهدافنا. تمام. ما أهم المحطات التي أثرت في بناء شخصيتك وفي عملك الأدبي يا دكتور؟ أول شخصية التي أثرت في عملي هو والدي رحمه الله، كما تعلم أخي رحمه الله خالد أن والدي. نحب نتعرف برضو عن مصيرة والدك يا دكتور، نتعرف عن مصيرة والدك برضك. أن يكون في صفوف الثوار الجزائريين أثناء ثورتهم ضد الاحتلال الفرنسي. تفضل. يعني وإسلامه صغيرا ومعاناته مع القوات الفرنسية لأنه اختار طريق الحق وطريق الصواب. ولدت 2 بعد الاستقلال، وكان ذلك وكان جو الثورة، والجو ما زالت الجزائر تعيش في ذلك الجو. ولدت وسط هذا الجو الثوري مبهورا بصورة أبي، جهاده. إيه رأيك في المفاجأة يا دكتور التي كانت تذاع في ذلك الوقت؟ الأفلام الثورية، ريحة دورية نحو الشرق، أبناء نوفمبر، هذه الأفلام أثرت بي بطريقة لا تتصورها، ولحد الآن ما زالت تؤثر بي. تأثرت أيضا بكل القضايا العربية، وشكلت حرب الخليج الأولى
فارق في مسيرتي، لأنني هنا تنبهت إلى أشياء كثيرة كثيرة، أن الغرب ما انتصر علينا إلا بسبب الإعلام المنحاز والمنحاز إلى الجهة المعادية. ولو كنا نشرنا الثقافة العربية في البلاد الأوروبية لكنا كسبنا على الأقل الرأي العام الغربي، لكن للأسف هذه هي بعض النقاط التي أثرت في مسيرتي. ألم تفكر يا دكتور أن يكون لك إنتاج أدبي باللغة الأوروبية؟ بالعكس، أنا عندي رواية طويلة. تفضل. 860 صفحة هي تحت التدقيق، عندي باللغة الفرنسية، هي مكتوبة باللغة الفرنسية ويتم ترجمتها إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية. عندي سيرة ذاتية لعائلتي منذ هجرة جدي الأول من ألمانيا إلى فرنسا، وبعد ذلك من فرنسا إلى الجزائر، ميلاد أبي، يعني تاريخ كلهم باللغة الفرنسية ويتم ترجمتهم. لهذا كان من المفروض أن يصدر هذين الكتابين منذ شهور، ولكن تأخر صدورهم بسبب الوباء العالمي، عافانا الله وإياكم منه. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. تفضل دكتور بيال. نعم حبيبي. ربنا يبارك فيك يا رب وخليك. مسرح الحياة بأحداثه ماذا يمثل لحضرتك؟ من فضلك أعيد السؤال، ما انقطعت. مسرح الحياة بأحداثه ماذا يمثل للأديب والشاعر الدكتور بيال مراد؟ مسرح الحياة بأحداثه. جميل. هي محطة، الحياة كلها محطة سفر، نحن نقف في المحطة ننتظر القطار، وأرى أن كل ما هذا مسرحية كبيرة ومحطة كبيرة، لكل دورة محدد بدقة. مسرح الحياة بالنسبة لي هو أهداف يجب سامية أن نحققها ما دمنا موجودين فيها، وأتمنى أن تكون أهداف سامية ليستفيد منها كل البشرية. نعم. لأننا ذات يوم سبحان الدائم في عرشه سنموت، ويجب أن نترك على الأقل ذكرى جميلة في هذه الدنيا. تمام. دكتور بيال مراد، إلى أي مدرسة شعرية بينتمي لها الشاعر والأديب بيال مراد؟ حبيبي خالد. نعم. ممكن أطرح عليك سؤال؟ تفضل. هي المدارس الشعرية فيها نص قرآني؟ المدارس الشعرية لا، ما فيهاش، مش مصحف. هي جاءت بحديث نبوي شريف. تفضل. لا أدري لماذا يحاول الناس أن يحصروا الأدباء والشعراء والمبدعين في مدارس معينة. تمام. الذين قاموا بإنشاء هذه المدارس ليسوا بأنبياء، حتى إذا خرجنا عن طوعهم نصبح من الكافرين ومن الصابئين. هم أشخاص مثلي ومثلك ومثل أي شخص، أي مبدع. أنا أرفض رفضا تام أن يتم حصري في مدرسة شعرية بذاتها. أعرف كل المدارس، مدرسة الإحياء لمحمود سامي البارودي، مدرسة التجديد لمحمود عباس العقاد، جماعة أبلولو، وهي في الحقيقة أبلون كلمة ترمز للوثنية. أنا أرفض أن يتم سجن المبدع في مدرسة معينة. أنا لا أعرف ولا أفقه في الاقتصاد شيئا، ولكن قرأت على يد أساتذتي أن من أسباب نمو
النمو ازدهار الغرب هو شعار رفعوه في الاقتصاد يقول دعه يمر دعه يعمل أو دعه يعمل دعه يمر. أنا راح أرفع شعار وأتمنى أن الشباب خصوصا الشباب المبدع أن يتبناه، دعه يكتب دعه يبدع، لا تسجنه في مدرسة معينة، دعه يكتب. هناك شباب الله أكبر عليهم مبدعين إلى درجة أستحي أن أقول أمامهم أني أديب. نعم نعم، دعوهم يكتبون كما يشاءوا ما دامهم يحترمون قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وإملاء، فلماذا نريد أن نسجنهم في مدارس مغلقة؟ دعهم يبدعون وسنرى. هناك من يحاول أن يمنع الشعر الحر من أن يستمر، ها هو ظهر لهم الشعر الهيكو القادم من اليابان، كانوا يقولون الشعر الحر قادم من الغرب، تفضلوا ها هو الهيكو وصلكم من اليابان، وظهرت قصيدة الومضة. دع الجميع يبدع، لا تحاصر أحد. أين تضع الأدب يا دكتور في ظل تسارع المادة للحياة؟ المادة للحياة، تفضل. والله المادة سيطرت تماما على الحياة، خصوصا في السنوات الأخيرة، يعني أصبح الإنسان ينظر على يحترم أخوه الإنسان إذا كان يملك مالا أو يعني كل شيء أصبح مادي حتى في تعاملنا بيننا وبين الناس. الأدب شيء آخر طبعا، أدب واحترام، يعني لا ينظر إلى المادة، هو وقع ضحية صحيح وضع ضحية للمادة أصبح الأديب إذا لم يكن غني ويملك المال فلن يستطيع النشر، إن لم يكن يملك السلطة لن يستطيع المرور في الصحافة والإعلام. المادة أصبحت العدو رقم واحد للأدب وللأسف، وأتمنى أن تتغير الذهنيات في المستقبل. الإبداع خالد كنهر جاري، فهل يؤثر الإبداع في مفاهيم الحياة يا دكتور بيال؟ الله. طب ناخد فاصل عشان الأذان، فاصل عشان أذان العشاء وتواصل. رجعنا بعد الفاصل، اهلا وسهلا بكم من جديد. ورجعنا بعد الفاصل ومعنا ضيفتنا في الاستديو الكاتبه والروائيه الاستاذه هويده عامر، ارحب بك. اهلا وسهلا بك. ومعنا عبر البث المباشر الدكتور بيال مراد من فرنسا، اهلا بك يا دكتور. الو دكتور بيال. طيب احنا طبعا دكتور بيال تقريبا في حاجه في الاتصال، فهيواصل عاود الاتصال معنا. تمام. ارحب بك يا استاذه هويده. اهلا وسهلا بك. وعايزين برضو وجهه نظرك من في دار المميزون العالميه للطباعه والنشر والترجمه في فرنسا. دار المميزون العالميه، ومن وجهه نظرك بانك حضرتك تعملي في نفس المجال برضو. تمام. دار المميزون العالميه في فرنسا هي انشات حديثا من فترة قصيرة، ولكن هي أبدت بعض يعني نقول مثلا الوضوح في الفترة الصغيرة دي، عملت مسابقات في الرواية، وفي فعلا ظهرت نتيجة المسابقة وفي ناس فازت بيها، وكانت عاملة طبعا الجوائز بتاعتها عبارة عن نشر مجاني وطبعا لقاءات إعلامية مع الفائزين، فدي حاجة كويسة يعني نشهد بها للدار وهي لسه في بدايتها، يعني طبعا برئاسة الدكتور
بيال مراد، وهو طبعا الشاعر والناشر، وهو طبعا مؤسس الدار في فرنسا. الو دكتور بيال. دكتور نعم بيال حبيبي. مراد، هل تسمعني؟ اسمعك جيدا، تفضل. اهلا بحضرتك من جديد. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. ومعنا ضيفه في الاستديو، وهي الكاتبه والروائيه هويده عامر. تمام، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا وسهلا بيك الكاتب والشاعر والناشر بيال مراد، منورنا. الله ينور عليك. بارك الله فيك. ممكن سؤال اخر يا دكتور بيال؟ ما سمعتك. هل تسمعني؟ انا اسمعك. ماذا قلت لي حبيبي؟ ديوان ظل الغزال الصادر عن دار ديوان العرب المصرية، ماذا نعم. يمثل للشاعر والأديب بيال مراد؟ هو باكورة أعمالي، ومنه اقتحمت عالم الأدب وتعرفت على ناس وأدباء ما شاء الله عليهم. أنا كنت أكتب من زمان، ولكن لم تكن لي الشجاعة أن أنشر شيء إلا بعد أن قام أخ وصديق لي من الجزائر بتشجيعي، فطبعت هذا الكتاب، والحمد لله نال قبول من طرف القراء بشهادة دار ديوان العرب في مصر. الديوان نفذ في وقت قياسي شهرين بعد صدوره، ودار ديوان العرب اضطرت أن تعمل طبعة ثانية. نعم. مستأجرة. وليه اخترت دار ديوان العرب في مصر يا دكتور علشان تنشر فيها أول ديوان ليك؟ والله هي كانت صدفة. صدفة اللي اخترت، يعني بالصراحة لم صدفة، وجدت رابطهم على الفيسبوك، اتصلت بهم، والصراحة كانوا في مستوى تعاون رائعين جدا. طب رائعين جدا جدا في التعامل معي، حرارة الاستقبال، التسهيلات، كل شيء. يعني أحييهم من فرنسا، أوجه لهم التحية والإكبار والإعجاب، وأقول لهم ألف شكر وشكر وشكر. ودار المميزون العالمية طبعا المؤسسة حديثا تحت رئاسة الكاتب والشاعر والناشر بيال مراد. نعم. كلمتنا طبعا عن الدار، ونحب نعرف الأنشطة المشاركة فيها الدار حديثا. هي الدار أول شيء عملته أنها عملت مسابقة في عيد المرأة يوم 8 مارس. تمام. وشارك فيها لعدد لا بأس به من الأديبات بمناسبة من كل الدول يوم العربية. المرأة العالمي. تمام، تابعنا المسابقة. حاجة جميلة، حاجة رائعة جدا لمسابقة. وفازت بها فازت بالجائزة الأستاذة الأديبة أمينة مروادي من المغرب. اتكلمنا عن المسابقة أنا والباشمهندس خالد، وقلنا ان في كان حضرتك عامل كجوائز نشر مجاني اعتقد بالنسبه للفائزات. تمام، وساتفق مع الاخ خالد على ان نعقد للشهر القادم لقاءات يعني حوار مع الفائزات الثلاثه. احنا كنا حابين بس نذكر اساميهم بس بالنسبه ل ما هيتعمل لقاء خاص بهم يعني تمهيدا للحلقه القادمه يا دكتور، معلش. تمام، يعني راح اتفق معك فيما بعد ان شاء الله حبيبي. طيب نرجع لديوان ظل الغزال الصدر عن دار ديوان العرب المصريه ام العروبه، ماذا يمثل للاديب والشاعر بيال مراد؟ وممكن نستمع باحد القصائد الان من الاديب. تمام، تفضل. أنا أجبت تقريبا على هذا السؤال. هو باكورة أعمالي ديوان ظل الغزال، وإني فخور به جدا، لأني الصراحة لم أكن أتوقع أن تكون باكورة أعمالي مطلوبة من طرف الإخوة. ودائما دائما الشاعر والناشر بيال مراد دائما أول عمل بيكون له وقع خاص في نفس الشاعر أو الأديب.
طبعا. تمام تمام، رغم أني أصدرت دواوين أخرى، ولكن هو له يعني مكانة خاصة، أكيد. لأنه هو الذي فتح لي كل الأبواب المغلقة، يعني ليس الأبواب المغلقة، يعني عرفني على أدباء كبار وأساتذة، يعني ما كنت أتوقع يوما أن يكون لي معهم اتصال. بلدك الثانية مصر يا دكتور. تمام، أنت فخر الأدباء والشعراء بجد، ومدير دار المميزون العالمية للطباعة والنشر والترجمة في فرنسا، ده فخر لنا كلنا بالنسبة لمجال الأدب والثقافة يعني. حبيبي خالد تفضل، راح أكلمك شوية بالمصري. أنت قاعد تنفخ في، راح أظن نفسي أني شيء كبير وراح اتفاخر يعني. لا المجال يعني مجال رائع جدا. كل مره تشكرني راح اظن نفسي هوميروس زماني ولا افلاطون يعني، بشويه علي يا حبيبي. منزلتك عاليه يا دكتور، ونحترمك والله بجد. الله يسلمك. العمل دكتور بيال مراد، العمل هو الذي يتحدث عن صاحبه. طبعا انجازاتك. ممكن نستمع بأحد القصائد الآن يا دكتور في ظل الغزال؟ هي أنا راح أقرأ عليكم قصيدة، وقبل أن أقرأ لازم أشير إلى شيء معين، أن هذه القصيدة يتم تلحينها وتصويرها على شكل فيديو من طرف مطرب عربي كبير، سيكون مفاجأة، وإن شاء الله يعني لا أدري بالضبط تمام، ولكن أظن ستذاع على الفضائيات وترى النور مع بداية. يعني هي من أنواع الشعر الغنائي يا شاعر بيال مراد، القصيدة دي من أنواع الشعر الغنائي. تمام، هي من راح إذا كان ممكن ألقيها يعني، ألقيها وتتروى أنها من الشعر. تمام هي فضل. هي قصيدة بعنوان ما أروعك. هي تشبه قصيدة التي غناها المطرب الكبير نبيل شعيل من سنوات، ولكن الكلمات مختلفة. ما أروعك. تقول القصيدة: ما أروعك. جميل. ما أروعك حين تضميني إليك، فأسمع نبض قلبك خلف أضلعك. ما أروعك. نعم. ما أروعك حين تناديني روحتي لتغني لي مواويل العشق فأسمعك. ما أروعك. ما أروعك حين تقتربين مني ثم تهربين وتطلبين مني كطفلة أن أمسكك. ما أروعك. ما أروعك حين تغضبين مني وتبكين ثم تبتسمين حين أمتح أدمعك. ما أروعك. ما أروعك حين أهيم بك عشقا فتخبريني أن قلبي معك. ما أروعك. ما أروعك حين أخبرك أني أشتهي أن تكون آخر أنفاسي معك، فتصرخين وأنا معك وأنا معك. ما أروعك. ما أروعك. هذه قصيدة هايل هايل جميل. جميل. تفضل يا دكتور، كمل يا دكتور. هاي القصيدة انتهيت منها، يعني هي قصيدة قصيرة، يعني حسب الموجة التي الآن المستمع الآن يطلب القصائد السريعة، ويعني لا يطلب القصائد الطويلة مثل ما كانت تغنيهم سيدة الطرب العربي أم كلثوم. يعني ما أروعك بجد. ما أروعك يا دكتور بيال. من أي الله دار يحفظكم. الله يحفظكم. من أي دار تم إصدار ديوان اعترافاتي الأخيرة يا دكتور بيال؟ تفضل. هي من دار المثقف بالجزائر. اعترافاتي الأخيرة صادر عن دار المثقف بالجزائر منذ حوالي 6 أو 7 أشهر. هي هذه على ما أستطيع أن أقول عنه. ممكن نستمع لأحد القصائد؟ يعني الدكتور بيال، حضرتك ليك نشر في أكثر من دولة عربية الآن. نشرت في مصر ظل الغزال، وفي الجزائر ديوان اعترافاتي الأخيرة. تمام. في مصر عندي ديوان ظل الغزال، الغزال وأسرار العشق معي. وعندي في الجزائر اعترافاتي الأخيرة. عندي في كما ذكرت لأخي، وهو ليس ديوان ولكن هي رواية وسيرة شباب ذاتية للعائلة، تصدر عن دار
من النمسا. عندي ديوان سيصدر ولكن سأتركه مفاجأة، لأن الدار يعني الدار رواية. رواية بمعنى أن دكتور بيال حضرتك لك روايات فعلا أصدرتها؟ نعم، لرواية حوالي 800 تقريبا 900 صفحة، وذكرت لأخي أي نوع من الروايات. هل هي رواية رومانسية اجتماعية أو رواية مختلطة؟ يعني فيها شيتفان، فيها العنف، فيها العاطفة، يعني حاولت أن أجمع كل المشاعر الإنسانية المتناقضة في هذه الرواية. في رواية واحدة مكونة من 900 صفحة، حوالي 837 صفحة. جميل بالضبط. طيب، كل الشكر والتقدير لحضرتك والله دكتور بيال، بس احنا معانا طبعا مداخلة من الدكتورة سعاد بسناسي من الجزائر. تمام، وهنستمع إلى فيديو لها مسجل، فابقوا معنا. أسعد الله مساءكم بكل خير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فقد سررت جدا أيما سرور أن أكون معكم ضمن وعبر أثير القناة التلفزيونية المتميزة الصحة والجمال، هذه القناة الهادفة السعي إلى كل جديد متجدد وإلى كل مؤثر مفيد في مختلف مجالات الحياة. أشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه الالتفاتة الطيبة، فجوزيتم وبوركتم وشكرا لكم. وبعد، أنا الدكتورة سعاد بسناسي من الجزائر، معكم جامعة طهران 1 أحمد بن بلة كلية الأداب والفنون، عميدة سابقة لهذه الكلية ومديرة مخبر اللهجات ومعالجة الكلام ومديرة ورئيس تحرير مجلة الكلم الدورية المحكمة. وبعد، فتدخلي السادة الأفاضل الكرام سيكون طبعا حول دار النشر المميزون العالمية. في حقيقة الأمر ما سأنطلق منه هو إعجابي بفكرة تأسيس الدار بادئة بدء. لماذا؟ لأن الفكرة التي قامت عليها الدار وتصبو إلى تحقيقها ورسم أبعادها ومراميها وأهدافها تنم بحق عن وعي القائمين عليها بتأسيس هذه الدار. فلقد لاحظت بأن الفاعلين على هذه الدار قد شخصوا مشاكل الحاصلة في مجال الطبع والنشر والتوزيع على حد سواء، وحصروا مختلف العقبات والمعيقات والعوائق التي تعترض إيصال الكتاب أو إيصال المؤلف عبر العالم، بل وتوسيع نشر المؤلفات بخاصة المهتمة بالحضارة العربية والإسلامية والثقافة العربية والإسلامية كذلك والجزائرية بخاصة. لما لا؟ فقد أسهمت الدار في إزالة الكثير من الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيل المؤلف أو الأديب كما قلت خاصة العربي في سبيل تعميم وإيصال سمات وخصائص وملامح ثقافته بدءا من أوروبا. طبعا الدار تفتح أبوابها للجميع، لا أقول فقط للعربي في على مستوى الوطن العربي، بل تفتح أبوابها للجميع. والفكرة التي شدت انتباهي كثيرا هي أنها فتحت الباب للطاقة الشبانية المبدعة الجديدة التي تقتحم هذا المجال، فأنا أحييهم على أنهم يشجعون الشباب من خلال إقامتهم لبعض المسابقات كما سيأتي ربما لاحقا في مناسبة 8 مارس. هو تشجيع طيب جدا، أنا أثمنهم حتى نعزز الثقة لهذه الفئة بما تجود به وبما تكتبه. كما أن الدار سعيها لتعريف بملامح وسمات الثقافة العربية والإسلامية هذا يحسب لها كذلك، يعني هذا شيء
يحسب للدار نثمنه ونشجع مثل هذه المبادرات الطيبات. فالدار تسعى سعيا حثيثا واضحا لكسر الحواجز من خلال التوصيات، من خلال العلاقات المشرف عليها والقائم عليها مع طاقمه الدكتور بيال مراد، أسدي له الشكر الحثيث لأنه يوسع شبكات التواصل وعلاقات التواصل مع الجميع دون استثناء، وتواضعه وفتح الأبواب للجميع هذا يتيح أن نعطي الفرصة للجميع، بشرط طبعا أن تكون الإبداعات والمؤلفات قيمة تثري وتضيف وتعطينا دوما الأحسن الأفضل والمتميز. هذا شيء أريد أن أحققه. كذلك مساعي الدار لتسهيل الطبع، نعم هي تسعى لتسهيل الطبع من خلال كما قلت معاملاتها وتخفيضاتها، خاصة التخفيضات التي تقوم بها الدار واضحة وتساعد يعني كل من يريد أن يطبع ويعمل ويوسع مجال توزيع أعماله، فالكل يرمي إلى تحقيق الأفضل والأحسن بل والمتميز عالميا، لأنها دار المميزون العالمية. فكل كاتب أو كل مبدع أو كل أديب في مجاله حتما سيجد مبتغى وسيجد ضالته في هذه الدار. لأن لماذا؟ لأن الدار كذلك أريد أن أشير إلى أنها التفتت إلى إشكالية جد مهمة في وهي إشكالية التوزيع كما ذكرت، وتوزيع الإصدارات ونشرها عبر العالم. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه لا قيمة لأي عمل إذا بقي في مجال أو في أركان المطبعة، لا قيمة له. وإن انتشرت الآن المؤلفات الإلكترونية عبر وسائل التواصل وكذا وكذا، لكن الكتاب الورقي تبقى له نكهته وتبقى له قيمته التي ربما لا يعوضها أي مؤلف إلكتروني آخر. فضلا عن ذلك أن الدار تهتم كثيرا بالعمل الترجمي، الترجمة وما أدراك ما الترجمة. طبعا لا يخفى علينا صعوبات العمل في مجال الترجمة، هموم المترجم، هموم المترجم وكيف سينقل العمل، لا سيما إن كان عملا إبداعيا. أقول العمل الإبداعي ربما أصعب من العمل الأكاديمي أو البحث الأكاديمي، حينما نترجمه تعترضنا عوائق المصطلحات، الترجمة السياقية، الابتعاد عن الترجمات الحرفية. إذن نقل العمل بصفة عامة من لغة إلى لغة أو كما شكرا. شكرا دكتورة سعاد بسناسي من الجزائر، والشهادة طبعا قيمة جدا بخصوص دار المميزون العالمية للنشر والتوزيع بفرنسا. شكرا. وعودة إلى الأديب والشاعر دكتور بيال مراد، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور بيال. طيب عذرا في مداخلة من مستشار وزير الثقافة الأردني الدكتور خالد العزام، أرحب بك يا دكتور. حياكم الله يا أخي الكريم، حيا الله أخ خالد عقل، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بحضرتك. مدير فريق التدقيق اللغوي بالدار، أهلا وسهلا. حياكم الله، أهلا في الجميع. إحنا سعداء جدا أن نقدم شكري. نعم تفضل. سعداء جدا وأهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أم العروبة. بارك الله فيك يا أخ خالد، ووجه وتحياتي لكل شعب الأردن الشقيق. حياك الله يا أخ خالد، بارك الله فيك. والدور اللي بيقدمه فريق التدقيق اللغوي طبعا أهم شيء بالنسبة لنشر الشعر أو الرواية وفي الأدب بصفة عامة، فنحب نعرف من حضرتك أهمية التدقيق اللغوي والتعريف به. أولا مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا. أقدم شكري الجزيل وامتنان الكبير للقناة الجميلة الصحة والجمال ولضيوف الحلقة الكرام. تحياتي. الشاعر الكبير والأديب بيال مراد مدير دار المميزون العالمية للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، والضيوف الكرام جميعا. دكتور خالد، ما هو الجديد الذي
تقدموا دار المميزون العالميه للطباعه والنشر والترجمه، عشان بس الوقت بقى يجري مننا، فعاوزين ملخص له سريع. نعم. بس مع حضرتك اتفضل. نعم، هي دار المميزون للطباعه والنشر والترجمه حقيقه تقدم دورا كبيرا للكتاب والقراء على حد سواء. فللكتاب هي حقيقه فرصه عظيمه وحقيقيه، للكتاب المغمورين الذين لم تتح لهم فرصة نشر كتبهم وطباعتها لغلاء الأسعار ربما، وربما لعدم إتاحة الفرصة لظروف كثيرة قد لا تعد ولا تحصى. ودار المميزون قدمت عرضا لا مثيل له، مشكورة ممثلة بمديرها الدكتور بيال، بافتتاح هذه الدار بمسابقة للمرأة المتميزة في الرواية، وقد شاركت أنا شخصيا بتحكيم هذه الروايات، وقد أثرت هذه المسابقة حقيقة عن إبداع حقيقي خفي. يعني لولا هذه الدار ولولا هذه المسابقة لما ظهر عندنا مثل هذه الإبداعات الكثيرة. والدكتور بيال مراد يقدم تسهيلات لشباب الأدباء. نعم لا شك، هذا بالنسبة للكتاب، وأيضا بالنسبة للقراء حقيقة الموجودين في أوروبا بشكل عام يفتقدون كثيرا إلى تراثنا العربي الإسلامي. إحنا لضيق الوقت بجد إحنا كان نفسنا يعني يبقى الوقت أكتر من كده بكتير مع حضرتك معالي الدكتور. نشكر الدكتور خالد العزام على المداخلة الجميلة، وكل التقدير والاحترام لحضرتك ولكل شعب الأردن الشقيق. شكرا لكم. وشكرا لكم، وعلى وعد بلقاء آخر. نودع الدكتور والأديب والشاعر الدكتور بيال مراد، تحياتي لحضرتك يا دكتور، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله يكون في لقاء قريب ويكون في وقت متسع أكتر من كده للتعرف على الدار وعلى أحدث ما قدمه الدكتور بيال مراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.